أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لأهل الذنوب والمعاصي؟ نصيحتنا وكلنا كذلك، كلنا لنا ذنوب ومعاصي سيئات، نستغفر الله ونتوب إليه. الله جل وعلا أمرنا بالتوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إلى الله، أنيبوا إلى ربكم، رجوع إلى الله عز وجل. ولا ييأس الإنسان ويقول: أنا كثرت ذنوبي وأنا أتوب وبعدين أرجع وبعد، لا، هذا من الشيطان. بل يتوب إلى الله عز وجل. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، يعني ارجعوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم.